بيكم كل أعزائنا المشاهدين وكل أعزائنا المتابعين لقناتكم سري للغاية فادي فكري، وهنكمل مع بعض سلسلة توقعات 2022 وإيه اللي اتحقق منها وإيه اللي متحققش، ولكن مع برضو تغيير خطير وتوقع خطير تم حدوثه بالحرف الواحد، توقع من توقعات ميشيل حايك 2022. التوقع اللي قاله ميشيل حايك حدث بالحرف بالملي، وطبعا دي من المصادفات الغريبة والمصادفات العجيبة اللي قالها ميشيل حايك. وتعالوا مع بعض نشوف تقريبا ميشيل حايك قال ايه في توقعاته اللي كان قالها في بداية راس السنة، واللي كان في قناة MTV اللبنانية، ويتكلم على توقعات لدول عربية ودول عالمية كتير وتوقعات ومتفرقات كتيرة، ولكن كان اختص دولة العراق بالذات، وكان شايف ان دولة العراق هيكون فيها مشاكل وهجوم في كذا منطقة وكذا مكان، وقال هقول لكم التوقع انها كأننا شايف، قال كده بالحرف، شايف تشييع جماهيري في ارض العراق، وده احتمال كبير هيحدث في اوائل يناير 2022. وقال في خطوات واسعة وجريمة زائدة وجريمة في مطار بغداد، وطبعا كان بيقول ان كل الكلام ده هيهز ويحرك الشارع العراقي، وان هو برضو شايف صورة رمادية على اسود وقصة محكمة وقاضي والاتنين برسم كل الخطر، ومفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجمالية راح تتغلب على مفعول الاعتداءات والاحداث، ولكن بعد فترة من الدماء. وقال ان الاحداث هتبقى مفتعلة في اربيل ومسلحين مفعولين في الانتخابات العراقية، وقال ان يعني في جهود حثيثة على محو الاثار العراقية من على الخريطة، ولكن العراق هتحاول بكل الطرق انها تقف وانها يعني تقدر تنهض كل الحاجات اللي بتحصل فيها ديت. وطبعا اللي قالوا حتة ان فيه دماء في العراق وان فيه في اربيل هتبقى مشاكل وان هتبقى فيه تشييع جماهيري، الكلام ده حصل بالفعل بالحرف الواحد، وزي ما هنشوف الخبر الصادم هنفتح الاخبار مع بعض دلوقتي ونشوف هذا الخبر الصادم اللي فعلا يعني قلوبنا كلها مع الشعب العراقي الشقيق، مع اهل العراق الكرام الناس الجدعان، احنا بنعزيهم، وهنشوف الخبر ده مع بعض دلوقتي. زي ما انتوا شايفين احنا جبنا الخبر مثلا جاي في جريدة النيل او قناة النيل المصرية، مقتل 11 عراقيا، مقتل 11 جنديا في هجوم شنه تنظيم داعش على مقر للجيش العراقي شمال شرق بغداد 21 يناير 22، وده كان فجر يوم 22، فجر اليوم استهدف تنظيم داعش مقرا للجيش العراقي فجر اليوم الجمعة في محافظة ديالي الواقعة شمال العراق بغداد، نجم عن الهجوم مقتل 11 جنديا عراقيا كما ذكر مسؤول عسكري في ديالي. وقال المسؤول ان 11 جنديا بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة مختلفة بينها خفيفة
ورجح أن يكون عناصر التنظيم قد استغلوا وعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة لتنفيذ هجومهم، وتم حوالي الساعة 2:30 بعد منتصف الليل ضد مقر في منطقة حاوي العظيم الواقع إلى الشمال من بعقوبة والمحاذية لمحافظة صلاح الدين. وتشهد محافظة ديالي هجمات متكررة للمسلحين يستهدف أغلبها قوات الأمن، وغالبا ما تؤدي لسقوط ضحايا فيها وتوصل السلطات، طبعا زي ما احنا شايفين الخبر. وطبعا كل تعازينا وكل دعائنا لأهالي الضحايا، ونعزي العراق ونعزي شهدائها، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحتسبهم شهداء عند الله، لأن ده الغدر موت الغدر. لما حد يجي يفجر صواريخ أو قنابل في جنود قاعدين سالمين عشان يحافظوا على أمن بلادهم، فإن شاء الله يحتسبوا شهداء. وكمان بنعزي أخواتنا وشعبنا العراقي وكل أهل العراق الكرام. تاني حاجة اللي قالوا برضو بنربطه لمشيل حايك، لأنه قال الكلام ده بالحرف، ولو رجعتوا في القناة لتوقعات مشيل حايك هتلاقوا الكلام ده اتقال بالحرف، هتلاقوا ان اتقال هيبقى في تشييع جماهيري ودماء في العراق في اوائل يناير 2022. فطبعا صدق كذب المنجمون ولو صدفوا، لكن ده صادف بالحرف زي ما تقال. يعني انا بقرأ الكلام هنا وبقرأ الخبر لقيته حاجة بالملي يعني، فربنا يستر على الباقي. ولو حد شاف كل توقعات مشيل حايك فهي توقعات خطيرة جدا، ومنها برضو يا جماعة نفتكر التوقعات بتاعت عام الكوارث. عام 22 هو عام الكوارث، وطبعا موضوع يخض. يعني ايه عام 22 عام الكوارث؟ طبعا هنا لو شفنا الخبر هو جاي في فرنسا 24 مصر 11 جنديا في هجوم شنه تنظيم الدولة، وجاي برضو في جريدة الغد، وجاي تقريبا في كل جرايد العالم وكل مواقع العالم عن مقتل 10 جنود وضابط في الجيش العراقي في هجوم لتنظيم الدولة. وكل اللي احنا طالبينه ان ربنا يعني يقلل اللي جاي في العام ده. انا مش بأكد التوقعات ومش بقول ان التوقعات دي خلاص احنا كده هنعتبرها سليمة 100%، ولكن حتى الان لو مسكتوا كل التوقعات اللي اتقالت بصراحة من بابا فانجا لليلى عبد اللطيف لميشيل حايك لفغاني لناس كتيرة جدا، التوقعات صدفة جدا. يمكن ان دي بتبقى دراسات بتقول ان بيحط الحاجات اللي حصلة والحاجات اللي كذا، بس هي في صدف غريبة جدا، في صدف غريبة. طبعا الله اعلم، الله يعني على كل شيء قدير، وهو العلم والغيب عند الله، واحنا والله امنين بكل ده، وحاشا لله ان حد يتدخل في علم الغيب. ولكن في دراسات وفي حاجات فلكية كتير بتخلي البني ادم شوية على علم. وقلت لكم تاني ان والله ساعات ربنا بيبعت ويفتح بصيرة بعض الناس علشان يحذر البشر. فخلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من غضب الطبيعة، البرد والسقعة والشتاء والثلوج اللي حصل في العالم دي كلها ما حصلتش بالطريقة دي، والحر اللي هيجي برضو ما حصلش بالطريقة دي. زي ما بيقولوا ان في دول اوروبية حرارة وصلت فيها لخمسين درجة مئوية، ده عمره ما حصل. والبراكين والاعاصير والتسونامي والحاجات دي كلها. فخلي بالكم يا جماعة، يا ريت نرجع لربنا، يا ريت كل البشر يبدأ يشوف، لأن غضب الطبيعة وغضب السماء وحش جدا جدا جدا. وربنا يا رب يوقع كل التوقعات دي وما تتحققش،
وعزقنا تاني وعزقنا تالت وعزقنا رابع لأهلنا في العراق، وربنا يعزي أهالي الضحايا ويحتسبهم عنده شهداء. وشكرا، وتابعونا عشان في حاجات مهمة جدا جدا الفترة الجاية هنقولها لكم، في خبر احنا بنتأكد برضو منه تاني دلوقتي مهم قوي هينزل ان شاء الله يا بالليل يا بكرة، فتابعونا. واوعى تنسى ان انت تدعمنا في القناة، اوعى تنسى تعمل لايك وشير للفيديو عشان تدعم القناة وتخلينا نستمر معاك، وما تنساش تشترك في القناة لو عايز يوصلك كل خبر وكل جديد في كل لحظة وكل ثانية. كان معكم فادي فكري من قناة سر للغاية فادي فكري، والسلام ختام.